السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، وأسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامج ما بين السطور، هذا البرنامج الرياضي الإخباري اليومي حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. الأنباء، يوزاك أخطاء مباراة الأردن لن تتكرر مع البحرين. وفي السياسة، صدام العربي والكويت مع السالمية وكاظمة يشعلان انطلاقة فيفا. أما جريدة الجريدة عنونت الأخضر يخسر من أنتر سيتي الإسباني في ثلاثية. وبعد هذه الأخبار الدسمة المحلية وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية، خلونا بالبداية أرحب في الناقد الرياضي السيد أحمد الشمري. حياك الله أبو فهد وياي في ما بين السطور. الله يحييك أبو شاهين، أمسي عليك وعلى أخواننا اللي خلف الكواليس والله يعطيهم العافية لأن جهودهم واضحة، وأيضا أمسي على أخواننا المشاهدين اللي هم الأهم الأول والأخير. حلو. وإن شاء الله تكون إن شاء الله حلقة خفيفة الظل إن شاء الله. الكل يستفيد منها طبعا، إضافة بالأمانة يعني أنت وإخوانك كل الزملاء الموجودين دائما مبدع يا أبو شاهين، وفي أسئلتك في مداخلاتك بالأمانة بالكثير يعني أعطيك إياها في كل اختصار تعطينا الزبدة. مشكور حبيبي يا أبو فهد، وننطلق مع جولتنا المحلية مع أبرز ما جاء في جريدة الرأي. الخبر يقول التعادل يكفي الأزرق أمام البحرين غدا لبلوغ نهائي بطولة غرب آسيا. يخوض منتخب الكويت الوطني مباراة حاسمة بمواجهة شقيقه البحريني غدا السبت في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم والمقامة في العراق، والتي تشهد مباراة أخرى هامشية بين السعودية والأردن اللذين ودعا المنافسة. وسيكون الأزرق مطالبا بانتزاع نقطة واحدة على الأقل من منافسي اليوم لضمان صدارة المجموعة، وبالتالي بلوغ المباراة النهائية المقررة في مدينة كربلاء في 14 من الشهر الجاري أمام متصدر المجموعة الأولى. يا عيني على الأزرق، ويا زين اللون، ويا زين اللاعبين، ويا زين التحضيرات، ويا زين الحماس، ويا زين التفاؤل. هذا الشيء اللي احنا نطمح له الآن، ودائما نقول التفاؤل لابد أن يكون حاضر، والتشجيع المطلوب من الجماهير الرياضية في هذا الوقت ما بعد رفع الإيقاف وبعد سنوات العجاف. يا جماعة نبي البوش للاعبين. بفهد نطلق ب خلينا نقول التحضيرات، شلون تشوفها لمباراة الأزرق في الغد أمام الفريق الشقيق البحريني؟ يعني هذا الشيء اللي احنا دائما نقوله، شوي يلعب بفرصتين تعادل وفوز. بشاهين أولا شكرا أنك أنت وجهت الرسالة أن يعطون دافع المعنوي حق لاعبينا وحق المنتخب اجمعين، وايضا عليكم انتم نعم. اليوم انا اتمنى بس في كل اختصار اني اوجه رساله الى اخواننا وحبايبنا الجمهور الازرق الحبيب. يا جماعه بعدوا عننا اللاعب، وكل الرجاء خاصه في التواصل الاجتماعي والضغوطات اللي عليهم ان اللاعب اليوم يمثل النادي الفلاني واللاعب الفلاني. اكيد اكيد اليوم كله ظاهره جديده نشوفها عندنا هذا مع كل نعم. اسف نعم. نبي يعني نبي نرجع الى السابق وبدايه الطفره المنتخب الكويت، ما نسولف الا عن الازرق اللي كان اللي صعد بدايه في ان تسيد الخليج صح. في البطولات، ومن ثم اول آسيا. منتخب يوم يحقق كأس آسيا، وأول منتخب يصعد إلى كأس العالم هو منتخب الكويت. نعم. ما قالوا بذاك الوقت إن جاسم يعقوب غتساوي، إن عبد العزيز العنبري كويتاوي صح. إن يوسف سويد كظماوي صح. هذا مستحيل، الجميع كان إيد واحدة متكاتفة. اليوم المنتخب الكويت نفس الشيء، لابد اليوم الجميع يمثل الكويت. نعم. ما يمثل نادي معين. واليوم لاعبيننا بعد الإيقاف هذا إحنا ما نحط شماعة الإيقاف فيهم الخير والبركة، وأكبر دليل أنهم لحد الآن هم متصدرين. نعم. بإذن الله غدا سيصعدون إلى النهائي ويفرحون الشارع الرياضي. لو أنه كان منتخب الكويت
خلينا نتكلم في الواقع اكثر، مو المستوى اللي يطمح لك الشارع الرياضي، ما قدم المستوى اللي احنا قاعد نشوف لاعبيننا في الدوري محليا يقدمون افضل ولديهم افضل من المستوى هذا ان شاء الله. مفاد هذا طبيعي لانه ما في تجانس، يعني حتى فتره الاعداد ما هي الفتره الطويله، حتى لو مو طويله ابو لا تنسى الامر يعني يحتاج ايضا وقت. اليوم انا ما افكر بالبطوله هذه، انا اقول لك الشهر القادم احنا عندنا شنو؟ عندنا صح تصفيات صح تبدا من 5/9 تصفيات كاس اسيا وكاس العالم بالضبط، يعني هذا الاهم هذا الاهم. نعم. احنا ما ننظر الى البطوله غرب اسيا، لا بطوله لا ايضا يعني معترفيه وغيره وكذا، ولا بد ان اليوم يوم نكون احنا ان شاء الله نصعد النهائي وباذن الله الشباب فيهم الخير والبركه لاعبي المنتخب الكويت ان يرفعون الكاس والبطوله باسمهم يهدونها حق جمهورهم. يا جماعه بالامانه يا جمهور منتخب الكويت يا الكويت اجمعين حل. اتمنى انكم كلكم تعزرون لاعبينا. اللاعبين اليوم ترى ما نبي نذكر اسم، اذا اخطا لاعب ترى الكل مخطئ. بالضبط بالضبط، فاليوم لابد ان كلنا نكون ايد واحده والكل يصفق حق المنتخب ويعازر لاعبينا والشباب فيهم الخير والبركه. نروح الى فرص منتخبنا الوطني من بعد الرساله الموجهه من قبلك ابو فهد. الفرصتين اللي قدامنا هل هي فرصتين صعبين ولا عادة يقولك لما تلعب فرصتين يوهقونك؟ أبو شاهين أنا أتشاعم مثل السالفة هذه، يعني ما تقول لا تشاعم أول والله يا أبو شاهين خلها بيني وبينك أحسن بيني وبينك أقول لك أنا، بس بالأمانة أتمنى أن توصل الرسالة عبر برنامجنا وأن يسمعونا إن كان من المدرب المنتخب أو مساعدة. نعم. أتمنى بإذن الله أن منتخبنا لا يعتمد على الفرصتين، كأنه يدخل المباراة ويقول لك أنا محتاج الفوز. صح صح صح، لأنك أنت اليوم يوم تبدي تلعب على الفرصتين احتمال كبير أنه يعطيك مثل ما يقولون شتت الذهن ويشتت الفهير ويشتت الفكر. نعم. أنت أساساً خلينا نتكلم بالواقع كمستوى منتخبنا قاعد يلعب بدون هوية، احنا مو عارفين لا يعني بالأمانة، فأنت اليوم لابد أنك تلعب المباراة تدخلها تقول أنا فايز. حلو. احنا ما نبي مباراة تعادل، نبي المباراة الفوز. هدفك الفوز، هدف الفوز لازم انه يكون بعين كل لاعب في المنتخب. شلون تشوف التحضيرات؟ التحضيرات ان شاء الله ومعنوياتهم خاصه بعد مباراه الاردن. ايه؟ وبعد التعادل في اخر دقيقتين خيره. نعم. باذن الله. ثانيا شوف شلون كانت معنويات اللاعبين كلهم اجمعوا اللاعبين انه سيقدمون مستوى يعني يرضي بالجماهير الازرق ان شاء الله، وانا اتفائل بالامانه اني اقول باذن الله منتخبنا باذن الله ولاعبينا قد المسؤوليه، وابشركم باذن الله سيفوز منتخب الكويت. بفد اخر سؤال، هل هذه التشكيله الانسب اللي لعب فيها امام المنتخب الاردني افضل من المنتخب السعودي، ولا لابد امام المنتخب البحريني ايضا يغير في التشكيله، عوده مثلا بدر المطوع كاساسي؟ بدر تحتاجه، ولكن انا اشوف ان تزج في بدر المطوع الشوط الثاني. الشوط الثاني. نعم. حلو. الله يوفق منتخبنا الوطني في مباراة الغد، وكل القلوب أكيد مع الأزرق في الغد أمام المنتخب البحريني الشقيق على أرض العراق الشقيقة. نواصل أخبارنا المحلية ونتحول لجريدة الأنباء حيث جاء فيها بهذا العنوان: يوزاك أخطاء مباراة الأردن لن تتكرر مع البحرين. قال مدرب منتخبنا الوطني دكتور روميو يوزاك أن حالة الطرد التي تعرض لها لاعب منتخبنا محمد خالد في مباراة الأردن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أول من أمس أثرت على النتيجة. وأضاف يوزاك في مؤتمر صحفي عقب المباراة مع الأردن أنه سيعمل على تدارك بعض الأخطاء التي حصلت في هذه المباراة في لقاء البحرين المقبل. وأوضح يوزاك أنه راضي عن النتيجة وعن أداء اللاعبين بالرغم من عدم استغلال الشوط الأول بالشكل الصحيح. مثل ما تفضل يوزاك قال أن فعلا الأخطاء هي كثيرة كانت أمام المنتخب بالأردن أو ما لم تستغل خلينا نقول الفرص المتاحة. شنو سبب الطرد في كل مباراة؟ هل هو حماس اللاعبين زايد؟ أنا أشوف أن الطرد أو الضغط النفسي مثلا مستغرب منه، طبعا كل مستغرب من الطرد في كل مباراة من اللاعبين. أنا أشوف أنه احتمال بالنسبة ما تفضلت بشاهين ضغط نفسي على اللاعبين، اللاعبين ترى يفكرون. نعم. أن اليوم هم عادوا إلى المشاركات الخارجية. صحيح. المنافسات يبون يعيدون اسم منتخب الكويت. نعم. من الصات إلى يذكرون العالم ترى احنا موجودين ما غبنا. تلقى اللاعب توهم شباب، ولكن أشوف أنا شخصيا يمكن يعرضني
غيره. طرده يستحق ما يستحق كل واحد. تقدير حكم تقصد يعني فيها؟ نعم. ثانيا انا استغرب صراحه من تصريح مدربنا يوم يقول بخصوص ان تاثر المنتخب. انت يعني التعادل اخر دقيقتين وبدل الضائع. نعم. عرفت شلون؟ نعم. بالعكس هو خطأ. اللي عليه ليش هو اللي عليه سواه يعني حتى بتبديلاته ليش ما كانت احنا نقول صحيح بتبديلات انه مدافع يسكر مكان مهاجم قاعد يغير التغييرات الصحيحه اللي حافظ على النتيجه. انت اليوم تبي تحافظ على النتيجه انت تلعب على الرتم اللي ماشي فيه ترى لاعب واحد ما راح ياثر عليك التاثير القوي جدا يعني انت اليوم يعني انا استغرب من المدرب انه لا بد انك تثقل لاعبينك اكثر لا 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 تكسر بالمنتخب لا تكسر باللاعبين من المفترض انك انت بديت في خطه وصحيحه وخطه انت اللي تسيت في منو مثلا كل الاسم يعني حتى لو تقول لي انت بتغطي تنزل يوم نزلت خالد حلو. محمد ابراهيم حلو ترى غلطه والغلطه جزء من اللعبه ليش غلطه في اخر ممكن وسكر على سكر من خالف غلطه لا اللي غلط فيها خالد غلطه أخطأ. خالد بس انه مو غلطه نعم. مدرب أنا. لا لا لا, لا لا انا رحت للمدرب انه يقول ان اللاعبين والضغوطات اثر علينا الطرد زين اثر عليك انت غطيت في مكان اللاعب ما اعتقد التاثير يعني القوي اللي نعم. اللي حصل لك اخر دقيقتين فانا بشوف المدرب هل انه سيكون يعني في يعني انا قلت لك ما افكر بالبطوله الحاليه افكر في بطوله الاسيويه وفي تصفيات كاس العالم القادمه وراح نبلش من بدايه من 5-9 ما باقي لك شيء انت حلو قدامك شهر نعم اقل من شهر صحيح فانت اليوم لابد انك تعمل على تشكيله ثابته جميل مدربنا لحد الان مو ثابت حلو انت رحت على المدرب وتكلمت عن الاخطاء في المباراه الاولى لعب بطريقه وفي المباراه الثانيه لعب بطريقه اخرى 3-5-2 4-4-2 هل هذه الطرق غير مفيدة ولا في طريقة معينة هي اللي فادت المنتخب في لعبة ما؟ لا أنا لحد الآن أشوف أن يعني أي طريقة تبونها جماعة يعني مو أي طريقة أنت اليوم عندك كمدرب لابد أنك أنت تشكيلتك أيضا يعني لحد الآن هو ما ثبت بالكل يعني تشكيلة ثابتة نعم احنا نبي نوصل للتشكيلة الثابتة نبي اللاعبين يرتاحون أيضا اللاعبين تجانسون ويا بعض اليوم لابد اللعب الجماعي لأن هذا كرة قدم هل المنتخب السعودي نفس المنتخب الأردني؟ طبيعي لا فهو لا. قاعد يلعب في كل مباراة على حسب الخصم نقاط الضعف الخصم طريقة الخصم لا تنسى أن المنتخب السعودي قاعد يلعب لك بالصف الثاني ولو حتى لو المنتخب الأساسي اللي تقول أنا المنتخب السعودي أنت حضرت أكثر منه ترى يعني أنت يوم تبي توصل إلى نقطة نعم زين أنت المنتخب السعودي الصف الثاني وين شفته؟ حل. يوم تقول أنا بلعب على نفس المنتخب السعودي المنتخب السعودي أنت افتتاحية البطولة جميل يعني عرفت شلون شاهين فعلى مدربنا أتمنى بصراحة بالأمان أنه يثبت على تشكيلة معينة يثبت على طريقة نعم. معينة يثبت أو أنه بالأصح نبي خطة تطوير المنتخب جميل بلا شك الشارع الرياضي ترى اليوم واعي نعم نعم أنت في السابق ما عندك أنت يا لا يكون واحدة من ثنتين يا جريدة صحيح. يا تلفزيون يا جريدة أو تلفزيون نعم الحين اليوم لكن عندك التواصل الاجتماعي هي آراء والشباب كل آراء والانتخاب قوي والجمهور يطلب منك الحكم النهاية عند الجهاز الفني عند الجهاز الفني والإداري ولكن الشارع الرياضي يطلب منك مستوى نعم يقول لك قدم لي مستوى أبي تقييم من خلال المبارتين اللي قدمه المنتخب تقييم الجهاز الفني المدرب على الجهاز الفني وخاصة المدرب يوزاك أنا أقول إنه ما أعطيه حتى إن أعطيته 60% نستكمل أخبار صحفنا المحلية ونفتح صفحة السياسة حيث جاء فيها صدام العربي والكويت مع السلمية وكاظمة يشعلان انطلاقات فيفا أجريت مساء أمس بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم مراسم إجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز فيفا ودوري الدرجة الأولى وبالإضافة إلى كأس الاتحاد وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى المقرر لها في 14 و15 من سبتمبر المقبل حيث يلتقي الكويت وكاظم والسلمية مع العربي في الجولة الأولى أخذ كرة أخذ متعة أخذ تحدي أخذ إثارة من أول جولة في دوري فيفا وكلنا عارفين بأن مسابقة دوري فيفا يقام على قسمين وكل قسم يختلف عن الثاني والمباريات والتحديات والتعاقدات خلال الميركاتو الصيفي شفناها ساخنة لكن عاد وين الحكي في الميدان نبي تعليقك وفهد على قرعة مسابقة دوري فيفا يلتقي الكويت مع كاظمة العربي مع السالمية
في الجولة الأولى. وشاهين عبر برنامجنا بالأمانة ما بين السطور من البداية، من بداية تحضيرات الأندية ومعسكراتهم ومع المحترفين وتفاوضات. نعم. نكرر ونعيد، الموسم القادم غير الموسم القادم. من الآن التصريحات لو تشوفها إن كان من المنسقين الإعلاميين اللي عندهم بالفرق أو إن أيضا الأعضاء اللاعبين نعم كلهم تحدي يقول لك أنا الموسم هذا بالعكس هذا أكيد نبيع أكيد أكيد. فاليوم أنت تلاحظ أن طبعا الكويت كاظمة من الأول، يعني الفريقين من الأول، لكن خلينا نقول احنا على ابو فهد خلينا نوقف عند هالفريقين. الكويت بمحترفينهم الثقال صراحة، كاظمة بتعاقد بونياكلي شوي اكل الجو، لكن ما في تفاؤل عند الكاظماوية في بونياك، يقولون دائما بونياك يعني ما قدم شيء في الكرة الكويتية، ايش حق تعاقده ويا كاظمة؟ الجهاز الفني او عفوا الإداري عندهم اقوى بكثير من اي تعاقد اخر في نادي كاظمة. عنده قدم بالعكس ابو شاهين بونياك زين، ولكن بونياك تقدر تقول انه انكشفت اوراقه، عارف شلون؟ حلو خلاص، يعني ما في مدرب على الجهاز الاداري بخبرته اللاعبين، يعني انا ليش الجهاز الاداري هو القوي لان باسمائهم الكبيره هم اللي تعاقدوا باسمائهم بالامانه، يعني هي في نادي كاظمه مجلس اداره نادي كاظمه. نعم. قلت لك على الاسماء اللي حطيتوه في الموجودين ان تقود الجهاز كره القدم من الفريق الاول الى صحيح. الناشئين. فاليوم انت عندك لاعبين خبره رياض، يعني وين ما تبي موجودين كإداريين الجهاز الإداري. صحيح صحيح. ولكن أنا الجهاز الفني شوف شنو نظرتهم، الله أعلم، هذا شيء راجع لهم، ما نقدر إحنا نتدخل بشغلهم. نعم. ولكن لنا كإعلاميين إن ننتقد إن كان العمل صحيح إحنا نقول له صحيح، وإذا كان الاختيار خاطئ فنقول خاطئ. من أنت تشوفه خاطئ؟ أنا لا أشوفه من ناحيتي خاطئ بصراحة. بونياك خلاص راح يرد عليكم بالملعب إن شاء الله. كم والله أتمنى، هذا مصالحنا ترى، خليه يرد علي انا خاصة اقول له وعبر برنامجنا. اتمنى ان كاظمة يردون علينا في الملعب لاجلنا احنا ترى. نعم. تدري ليش؟ الاسعاد جمهورنا، نبي الجماهير في المدرج تحضر، يرجع كاظمة، عارف يرجع كاظمة السفير الكرة الكويتية كسابق عهده. فاليوم انا اشوف ان كاظمة بالامانة تطور ما راح يكون جميل، القفزة الكبيرة. هل القرعة متساوية لجميع الفرق؟ نعم. مباراة قوية. مباراة نعم نعم. يمكن احنا تحت الهواء وقبل ما نطلع على الهواء انا وانت قاعد نشوف الجدول وكلنا اخذنا كلمة واحدة ان الشيء مصالح الفرق. حلو. مباراة قوية ومباراة ما في شيء اسمه ضعيف. اليوم انت ما تدري الفرق الثانية صح شنو صح صح شنو مستوى محترفين موجودين فيها. يمكن للمحترفين الفرق اللي ما نبي يقول الصغار اللي اقل يرموك كايك، انا بشوف يرموك كايك بقوه. نعم يرموك. وليش؟ والنصر ايضا، والنصر والشباب. عارف شلون اليوم انت المحترف يلعب دور، ولا تنسى ان خمسه عندك محترفين. صحيح صحيح. عارف شلون؟ نعم. يمكن تصير مفاجات. نعم نعم. يا اخي في سنه من السنوات ان للحين اذكرها اللي هو بين الكويت والنصر. نعم. اذا ما الله خيب او ان ذاكرتي العينه موجوده. نعم. في محترف اسمه كاريكا كان في النصر قبل ما يروح للكويت. راح للكويت. نعم. اعتقد ان النصر فاز 3 على الكويت، فاجأ. عارف شلون؟ فاليوم انت طبعا ما يفاجأ الرياضي، ما يتفاجأ ان هذه كرة غدر. صحيح صحيح. عاملي فاليوم انت كل الفرق تقول لك انا محضر، حتى التضامن. جميل. شفت التضامن؟ جميل ان شاء الله. اللي اخر فريق صعد يقول لك انا موجود ان شاء الله. نتمنى التوفيق لجميع الفرق ودوري فيفا في الدرجه الاولى. اخر اخبارنا المحليه ستكون عبر صحيفه الجريده، حيث جاء فيها الاخضر يخسر من انتر سيتي الاسباني بثلاثيه. خسر الفريق الاول لكره القدم بالنادي العربي مباراته الوديه الرابعه خلال معسكريه المقام حاليا في مدينه الكانتي الاسبانيه امام فريق انتر سيتي الاسباني بثلاث اهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينتا أرينا، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وسجل هدف الأخضر مشاري الكندري، ودفع مدرب العربي الإسباني خوان مارتينيز بالتشكيل الأساسي في الشوط الأول، فيما أجرى عدة تبديلات بالشوط الثاني لمنح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبين للوقوف على مستوى الجميع بعد تجربتهم في المباريات الودية الماضية، واختيار التشكيل الأنسب الذي سيخوض به الفريق منافسات الموسم الكروي المقبل.
العربي ومعسكري التدريبي في إسبانيا ونتائج العربي السلبية بمباريات التجريبية ما عدا خلينا نقول أمام فريق سالمي الكويتي قبل طبعا المعسكر. هل باعتقادك أبو فهد هذه النتائج وهذه المؤشرات راح تعطي المدرب الإسباني كافة الأرقام الخاصة في اللاعبين ومجهوداتهم داخل المستطيل الأخضر؟ أبو شاهين مو شرط أن يكون لك المعسكر اليوم أنت تلعب مباراة تجريبية وجميع المباريات أنك تكون تخسرها، بالعكس أنا أقول لك في المعسكر خليه يطلع مع الفرق اللي أكبر مستوى أو نعم. أعلى من يعني مستوى وخليه يخسر، شو المشكلة؟ ولكن نعم. أنت اليوم تبي توقف عند شغلتين اللي هو تجانس اللاعبين وتثبت على تشكيلة صحيح. وأنا اللي فرحني أكثر المهاجم شاري الكندري نعم. شاري الكندري لاعب خامة نظيفة وبالأمانة ممتازة، يعني أنت فرحك اليوم أن تشوف أنه في مستوى اللاعبين يصعد صح. العربي الموسم قادم في قوة نعم. جميع الأندية، احنا تونا تكلمنا عن الكويت، تكلمنا عن كاظمة، يمكن لو أخذنا جانب كاظمة أكثر لأن الكويت هو بطل الدوري نعم. فاليوم احنا طبعا الجميع الفرق تبي تلحق الكويت صح، أكيد هم في الطالع الواقع بلا شك نعم، الجميع والكل يرشح للكويت نعم، والكل يرشح لنادي الكويت نعم نعم، عارف والكل يقول لك أنا أبي أخطف من نادي الكويت الدوري الدوري صح، ويقول أني أنا موجود اليوم العربي وهو جاهز نعم، والعربي أيضا لاعبين يعني لا تنسى أن حتى اللاعبين حسين الموسوي منتخب يعني حارسهم سليمان نعم. الغفور موجود، وسليمان الغفور حاليا ما شاء الله لله عليه يعني نعم، وعموما حراس الكويت من خلقه الكره نعم. القدم في الكويت هم مميزين جميل. لا نظلم احد، نادي العربي الموسم هذا وهو اثبات وجود نادي العربي جمهوره يطالب الموسم هذا ما عنده ترى 1+1=2 ايه انت جمهوره يقول لك الدوري الموسم مقضينا ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله، اتمنى التوفيق لجميع الفرق ان شاء الله، ولكن لا ننسى ايضا ان السالميه ايضا فريق لا يستعان به نتصعب بالنهايه نعم، ولكن احنا عفوا نختمها ابو شاهين ان يا جماعه ترى هو دائما المعسكر ما يقولون تجانس وتثبيت تشكيله، النتائج نخليها على جنب مثل ما يقولون وما ما 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 نفكر فيها ولا ان تعال ان اليوم الفريق خسر جميع مبارياته، لا انت لك الملعب باذن الله المباراه الرسميه. شكرا لك ابو فهد الناقد الرياضي احمد شمري تواجدك اليوم في ما بين السطور حبيبي ابو شاهين. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية مع أبرز العناوين. نبدأ مع الرأي القطرية، العميد يستقطب الأسترالي الدولي لوري. وفي الرياضية السعودية الآسيوي الأهلي لم يحتج. وفي الخليج الإماراتية فخر العاصمة يتعاقد مع عموري وعامر عبد الرحمن بصفقة الموسم. حياكم الله مرة أخرى فيما بين السطور، وأولى صحفنا العربية ستكون الراية القطرية. العميد يستقطب الأسترالي الدولي لوري. أعلن نادي بيرث غلوريا الأسترالية عن انتقال مدافعها الدولي شين لوري إلى النادي الأهلي، حيث ينتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة. وسبق للأهلي أن أكمل صفوفه باللاعبين المحترفين في الفترة الماضية، وكان آخر المنضمين له هو الأوروغوياني ماتياس هرنانديز قادما من سيسكا موسكو الروسي، بالإضافة إلى السنغالي محمد يامي وهرناني من الباراغواي ونبيل الزهر من المغرب وأميد إبراهيمي من إيران. وفي حالة إتمام التعاقد مع اللاعب الأسترالي شين لوري فإن من المحتمل أن يحل محل الإيراني أميد إبراهيمي كلاعب آسيوي بالفريق. مولع الدوري القطري والتعاقدات اللي يقومون فيها فرقهم في كل موسم، وقاعد نشوف فعلا لاعبين يعني مستواهم العالي متواجد في هذا الدوري.
صحيفتنا الثانية وهي الرياضية السعودية بهذا العنوان الآسيوي، يقول الأهلي لم يحتج. أشارت للرياضية مصادر داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن الاتحاد لم يتلقى أي احتجاج رسمي على مشاركة الكوريا الجنوبي جانج هيون سو مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم في مباراة فريقية أمام الأهلي الثلاثاء الماضي ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا التي انتهت لصالح الهلاليين بأربعة أهداف لهدفين. وكانت وسائل الإعلام غير رسمية تناقلت في الساعات الأخيرة خبر احتجاج إدارة النادي الأهلي على مشاركة المدافع الهلالي، الأمر الذي نفاه الاتحاد القاري بحسب المصادر القريبة. نذهب إلى ثالث صحفنا العربية وهي الخليج الإماراتية بهذا العنوان، فخر العاصمة يتعاقد مع عموري وعمر عبد الرحمن بصفقة الموسم. بعد طول شد وجذب وبعد الكثير من الشائعات والأخبار، أبرم الجزيرة خامس دوري الخليج العربي في الموسم الماضي صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الثنائي الدولي عمر عبد الرحمن لمدة ثلاث سنوات وعامر عبد الرحمن لعامين. وتحول فخر العاصمة إلى حدث على كل شفة ولسان طوال ساعات ليل أمس الطويلة، بعدما توصل إلى صفقة العمر مع الثنائي الدولي الذي سيشكل وجودهما دعامة كبيرة للفريق الذي سيحارب الموسم المقبل على المستويين المحلي والعربي. عموري وعمر عبد الرحمن، أخذ متعة مع فخر العاصمة، وبالتوفيق إن شاء الله للاعبين، ونتمنى فعلا أن نراهم مثل ما شفناهم بالسابق بعد الغياب لعموري بالتحديد وأكيد الرباط الصليبي اللي حاشاه. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ونواصل معكم مع الصحف العالمية والأخبار لمشعللة. نبدأ مع ديل ستار، البافاري يجد بديل ساني. وفي صحيفة كوريري ديلو سبورت، لوكاكو لقد أردت الانتقال للنيراتوري فقط. وفي صحيفة ماركا الإسبانية، الملكي يصدر قرارا بخصوص ضم نيمار. حياكم الله مع الأخبار العالمية. نستهل جولتنا العالمية من ديلي ستار، البافاري يجد بديل ساني. يجري نادي بايرن ميونخ محادثات متقدمة من أجل الحصول على توقيع الجناح الكرواتي إيفان بيريزيتش لاعب انتر ميلان. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن البايرن قريب من ضم الكرواتي بيريزيتش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم. واضطر البافاري إلى تغيير بوصلته إلى الكالتشو بعد أن أصيب اللاعب لروي ساني بتمزق في الرباط الصليبي أثناء اللعب مع مانشستر سيتي ضد ليفربول في المباراة الخاصة بهم في السوبر الإنجليزي. اللاعب البالغ من العمر 30 بيريزيتش ليس غريبا على البوندسليغا، حيث سبق له اللعب مع بروسيا دورتموند وفولسبورغ الألمانيان. نذهب إلى صحيفة كوريري ديل سبورت، لوكاكو لقد أردت الانتقال للنيراتزوري فقط. أكد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أن انتر ميلان كان النادي الوحيد الذي أراد الانتقال إليه هذا الصيف، وأنهى لوكاكو انتقالي الذي طال انتظاره إلى الانتقال قادما من مانشستر يونايتد يوم أمس الخميس، موضحا أن النيراتزوري كان خياره الأول على الرغم من الاهتمام المتأخر من قبل يوفنتوس. وقال فيدريكو وكيل أعمال لوكاكو، أعتقد أن جميع الأطراف نجحت جيدا وتمكننا أخيرا من تحقيق هذه الخطوة. وتابع، حاول الانتر ثلاث مرات ثم نجح أخيرا بحسم الصفقة. لوكاكو البلجيكي وانتر ميلان الإيطالي، ونشوف الهجوم شنو راح يكون هذا الموسم، أو بالتحديد فريق انتر هل سيكون منافس حقيقي ليوفنتوس الإيطالي الموسم القادم. عنوانت أيضا صحيفة ماركا الإسبانية، الملكي يصدر قرارا بخصوص ضم نيمار. حسم نادي ريال مدريد قرار نهائي بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف،
ووفقا لشبكة ABC الإسبانية لم يشرع الملكي في التوقيع مع اللاعب البرازيلي، كما أنه لا ينوي إجراء هذه العملية. واللاعب الوحيد الذي يهتم به الريال من باريس هو كيليان امبابي، ويفضل الميرانجي انتظاره في الموسم المقبل. وفي سياق متصل، أكد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد أنه يريد الاستمرار في سانتياغو برنابيو، رافضا فكرة الانتقال إلى سان جيرمان أو إلى أحد الأندية الإيطالية. ما يصير يعني مودريتش يخصبقنا في الخبر، أكيد لازم ما يطلع من سانتياغو برنابيو، هذا مكانه ليل الاعتزال. مودريتش لا تطلع ولا أي إغراء راح يعني نبي يجي لك، خليك في سانتياغو برنابيو، هو الأفضل، هو الأمتع، هو الأجمل لك شخصيا. على العموم وصلنا للختام، على قولتهم الميركاتو الصيفي ساخن والسوق الإنجليزي وقف وخلص، يعني ما في أي أحد راح يشترونه. بالبيع يقدرون يبيعون، لكن بالشراء ما راح يقدرون يشترون ولا لاعب. الأسواق الثانية في الدوريات الأخرى مفتوحة، ممكن، ليش لا، نيمار يروح مدريد، ممكن نيمار يقعد في باريس، ممكن نيمار يروح إلى برشلونة، كل شيء جايز والصيف ساخن حده. نروح إلى طبعا من بعد هذه الأخبار كلها وصلنا للختام، ونلقاكم إن شاء الله في الغد فيما بين السطور. مع السلامة.